حضرتك ان من ساعه ما قلنا انك معانا في طبعا اسئله كتير قوي من الجماهير، طبعا بيحبوا كابتن محمد سمير، فخلينا نشوف كده شويه اسئله اوكي ونجاوب. في اوكي اسلام كان بيقول لو رجع بيك الزمن وكنت في الاهلي وجالك عرض بالضعف من اي نادي تاني، هتوافق؟ لا الحقيقه مش هوافق والله يعني. وبعدين مش عايز برضه عشان الناس ما تفكرش يقعدوا يقولوا يا عم لا انت لو محطوط في المكان ده. اكيد الفلوس مهمه جدا، بس انا عمري ما كانت تفكيري في الفلوس خالص يعني، حتى لغايه وقتنا هذا عمري ما بيجي لي عروض كتيره بارقام كبيره. بس انا حاسس ان انا مبسوط في نادي المقاولين ومستريح نفسيا، فبكمل. وعروض كبيره من انديه كتير، وبيجي لي عروض والله مش ضعف، كمان بيجي لي 3 4 اضعاف العرض اللي انا باخده من المقاولين. بس انا بالنسبه لي زي ما بقول لك الراحه النفسيه دي مهمه جدا، فما بالك بقى ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، اصلا البيت اللي انا اتربيت فيه. فكان الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب جدا ان انا اخد الخطوه دي، بالذات كمان ان النادي الاهلي اصلا مقدرك بشكل كويس يعني، ما فيش فرق يعني. ما حتى لو الرقم كبير اللي انا هاخده بره، بس برضه انا النادي الاهلي هيديني رقم كبير، فاهم قصدي؟ رقم هيعيشني يعني اكيد بشكل كويس، ورقم برضه ما كنتش احلم بيه. لو قعدنا كده مع نفسنا يا جماعه انت عايز توصل لرقم كام مثلا، ما كانش الرقم اللي بيتعرض دلوقتي ما كانش اي حد لعيب يحلم بيه. فحتى لو الرقم اللي بره هتاخده، لا انت بتخسر جماهيريه وبتخسر حاجات كتيره جدا في حياتك. في ناس مش فاهمه ان فكره لا الجمهور طبعا فعلا دي لوحدها يعني طبعا خارج حسابات الفلوس وجودك تماما. في النادي الاهلي الموضوع مختلف تماما تماما يعني بشكل كبير. انت اصلا ماشي في الشارع، أكيد. بالذات لما تكون كمان الناس بتحبك ومقدره مجهودك في الفريق ومقدره مجهودك في النادي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في وليد مثلا، وليد دلوقتي ممكن من اساطير مثلا، الناس حاطاه ان هو من اساطير النادي عشان المواقف الكتيره اللي عملها. وليد دلوقتي ممكن لو مشي في الشارع الامور بالنسبه له يعني الناس كلها عايزه تشيله فوق راسها، فده لوحده بفلوس يعني. وفي نفس الوقت زي ما بقول لك النادي مقدرك، حتى صح. لو الفلوس اقل ده رزقك، ممكن ربنا يبقى عامل لك البركه فيه حتى لو هتاخد بره اضعاف، بس ما يبقاش في بركه او عدم وجودك في النادي الاهلي ده في حد ذاته امر صعب جدا يعني.